السلام عليكم وهلا والله أحبتي وأصدقاء متابعي قناة الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية، وجيناكم بآخر أخبار المنتخب، لكن قبل هاي لا تنسون تصلون على محمد وعلى آل محمد. يلا خليكم وياي. في تصريح لبيتروفيتش قال بأن التصريحات المنشورة لي يوم أمس في أحد المواقع قد ترجمت بشكل غير صحيح، شنو رأيكم؟ تراجع عن كلام الرجال ولا شنو؟ عن آخر التطورات بخصوص المدرب اللي راح يقود منتخبنا الوطني خلال هاي الفترة، انقسام حاد داخل أروقة المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم العراقي بخصوص المدرب المحلي للطوارئ لمنتخبنا الوطني، حيث أن 5 من أعضاء الاتحاد مع تسمية مدرب نادي الزورة أيوب ديشو، فيما الأعضاء الباقين وعددهم 6 مع تسمية مدرب نادي نفط الوسط عبد الغني شهد، فيما وجد هناك حل ثالث قد يتم اللجوء إليه كحل وسط يرضي الطرفين، وهو تسمية مدرب المنتخب الأولمبي ميروسلاف سكوب لهذه المهمة، لذلك لا زال الأمر لم يحسم حتى هذه اللحظة وسط هذا الانقسام. أنت شو تقولون؟ وين راح تميل الكفة يا مدرب من ذول الثلاثة؟ الشاطر ما يحتاج يسأل، يعرف نفسه ناجح. فيما نشر الصحف الرياضي المعروف روان الناهي خبر مفاده بأن النائب علي جبار والأعضاء كوفند عبد الخالق وخلف جلال وفراس بحر العلوم ويحيى صغير ورحيم لفتة مع خيار تسمية المدرب عبد الغني شهد يقود منتخبنا في المرحلة المقبلة. أما النائب يونس محمود مع الأعضاء محمد ناصر وأحمد الموسوي وغانم عريبي مع خيار تسمية المدرب الأولمبي التشيكي ميروسلاف سكوب. أما عدنان درجال فهو مع خيار تسمية المدرب أيوب ديشو. أنتم كجماهير رياضية مع من تتمنون يقود منتخبنا الوطني؟ وفي تصريح لمدرب نادي الميناء الكابتن أمين فيليب حيث قال: لقد رفضت العمل كمدرب مساعد مع ديك أدفوكات، أما عن بيتروفيتش فهو مدرب ممرن وليس مدرب قائد، وأستطيع أن أقود منتخب العراق لتحقيق الفوز في مباراتي الإمارات وسوريا بكل سهولة بالاعتماد على اللاعبين المحترفين كذلك اللاعبين المميزين من الدوري المحلي، ولو كنت مدربا منتخب سأركز على اللاعبين المحترفين، السبب لأن تأسيسهم صحيح. الدوري العراقي ليس ضعيفا، بإمكاننا صناعة 3 منتخبات من اللاعبين المتواجدين في الدوري الممتاز، وأنا سأحقق لقب الدوري مع نادي الميناء الموسم المقبل، وأنا ضد هبوط 4 أندية في الموسم الحالي كون عدد الأندية يصب لمصلحة المنتخب. المدرب الذي لا يستطيع المجازفة فعليه الجلوس في البيت. شنو رأيك بتصريح كابتن أمين فيليب؟ ونجي على نجمنا زيدان إقبال اللي انظلم ظلم كبير، وسبب هو الكادر الفني منتخبنا الوطني وبعض أعضاء الاتحاد العراقي اللي ما نريد نقول أسمائهم. في وقت سابق زيدان كانت عليه الأضواء وتم سحبه لدوري أبطال أوروبا وشارك لمدة 5 دقائق مع الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا، واستبعده مانشستر يونايتد اللاعب التونسي هاني بعد. لكن اللي صار هسه إنه هاني بعد استدعوه لنادي مانشستر يونايتد الأول وترك تحت 23 سنة، أي أصبح لاعب معتمد في مانشستر يونايتد. السبب إنه منتخب تونس انطوى فرصة كاملة إنه يشارك بطولة كأس العرب وكأس افريقيا، ما قالوا عنه صغير، لا بالعكس اخذ موهبته تكبر وكسب خبره كبيره، عكس ما يفكر به المدربين ومحللين الفطاحل اللي هم يطلعين البرنامج ويقولون زيدان اقبال بعده صغير وزيدان ما نعطيه فرصه وبعد والمدرب عاشتيده ينزل 10 دقائق. هذا تفكيركم انتم، لو تستخدموه بغير سوالف هو يحصل لكم يا محللين يا فطاحل. زيدان اقبال الان تم استبعاده من الحظوظ ان زيدان اقبال بعد ان كان تحت انظار مدرب نادي مانشستر يونايتد رالف، الان هو بعيد عن انظاره. ليش؟ شنو السبب؟ السبب هو ظلمه بالمنتخب العراقي وعدم اشراكه وقت اطول. شو بدي نقول لكم غير حسبي الله ونعم الوكيل. اما عن اللاعب محمد عدنان حمد اللي انتقل الى نادي مسامير القطري اللي لعب معه في هذا الموسم قادما من نادي معاذير القطري ايضا. محمد هو نجم المدرب العراقي المعروف عدنان حمد، ويعتبر واحد من المواهب المميزة وتدرج بشكل صحيح، وبدأ اسمه يكون حديث وسائل الإعلام القطرية. محمد عدنان جناح فريق نادي مسامير القطري، يبلغ بالعمر 25 عام،
فند كل ما يقال عنهم التصريحات باطلة، وقالها بصراحة وأعلنها بصوت عال: أتشرف بتمثيل بلد العراق وجاهز في أي لحظة لألبي نداء الوطن في حال تمت دعوتي إلى صفوف المنتخب الوطني.